بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدنا ويا مولانا يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. باسم الحسين نعد عن عائن عائي. باسم الحسين دعا نعائي نعائي، فنعى الحياة لسائر الأحياء. وقضى الهلاك على النفوس، وإنما بقي ليبقى الحزن في الأحشاء. به الأحزان ما زجت الحشا مثل امتزاج الماء بالصهباء. عجبا لقلبي يا لبيت رسول الله، عجبا لقلبي وهو يالف حبكم لم لا يذوب بحرقة أرزاء. وعجبت من عيني وقد نظرت إلى ماء الفرات فلم تسل في الماء. وألوم نفسي ببقائها إذ ليست أفنى.
رضيت من النواظر بالبكاء ومن الحشاء بتنفس الصعداء عجبا لمن ذكر الطفوف فلم يموت يا حزنا بذكر الطاء قبل الفايا لمن سإذ ترك المدينة واردا لا ما مدين بل نجيع دماء قد كان موسى والمنية إذ دنت جاءتهما شية على استحياء في طور وادي الطف لا سينا فهناك خر وكل عضو في الوغى منه الكلم مكلم الأحشاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. أول سؤال يواجه من يقرأ هذه الآية ويتدبر مضمونها أن القرآن إنما جاء ليخاطب أحياء، يعني القرآن والإسلام جاء لدعوة أحياء لا لدعوة أموات، فما هذه الدعوة للحياة؟ أليس القرآن يخاطب أناسا أحياء في ذلك الزمن؟ فكيف يريد إحياءهم؟ يعني هذه للوهلة الأولى عندما نقرأ الآية المباركة يخطر هذا التساؤل على أذهاننا، وأنه
الآية تقول إن النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله يدعونا لما يحيينا، ويدعو أولئك القوم لما يحييهم وهم أحياء. هذه الحقيقة يلفت انتباهنا إلى أنه المراد بالحياة ليست هذه الحياة المادية التي نحياها. هناك حياتان وموتان، هناك الحياة البيولوجية، الحياة الطبيعية المادية التي ليست بإرادتنا، لا وجودها ولا حركتها ولا انتهاؤها. هذه القضية إنما تتبع نظام الطبيعة القسري، هذا النظام الدقيق الذي وضعه الله جل وعلا، نظام الخلق. قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هل البدن يسير وفق هذا النظام؟ أنا مو باختياري، الأجهزة التي في جسمي تعمل ليست باختياري، حتى أقول لأي جهاز منها لا تعمل وذلك الجهاز أنت أعمل، لا، القضية ليست اختيارية. إذن هذه الحياة الأولى تنتهي بانتهاء هذه الدورة اللي يعيشها الإنسان والحيوان على حد سواء، الحقيقة لا فرق بينهما بالنسبة لهذه الحياة، كلاهما يعيش ثم ينتهي، يموت وتنتهي، تضمحل هذه الخلايا وبالتالي ينتهي كل شيء، لكن مو معنى موت هاي الحياة طبيعي تنتهي، باعتبار أن هذا الجسد يتحلل إلى المواد الأولية التي تشكل منها انتهت القضية، لكن مو معنى الفناء، لأنه الإنسان مو الحياة المادية فقط. إذن هاي الحياة الأولى، ولا الحياة الأولى ليست اختيارية، ليست باختيار الإنسان كما قلنا، إذن لابد أن تكون هناك حياة أخرى، وهذه الأخرى الحياة الأخرى لا تتبع النظام التكويني، بل هي حياة تتبع النظام التشريعي، تنبثق عن النظام التشريعي، بمعنى أن لاختيار الإنسان دور فيها، فبإمكان الإنسان أن يحياها، وبإمكانه أن يلوي عنقه ويتركها وينبذها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن القضية إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا المعنى وارد بآيات متعددة. الحقيقة هذه الآيات مفادها أن الإنسان يستطيع أن يحيا تلك الحياة التي جاءت الرسالات والأنبياء والكتب السماوية جاءت لتؤكد عليها، وأنها هي التي تفرق الإنسان عن غيره من الموجودات والعجماوات الأخرى. هذه الحياة بها الإنسان يصبح إنسانا، من خلالها نستطيع أن نطلق على هذا الإنسان أنه خليفة لله، الله جل وعلا.